اليوم نحن بالمطبخ تبع اودن بيكري كرمال نعرف كيف بيعملوا بيش. ليش نحن اودن بيكري؟ ليه؟ اه لسه لا اودن بيكري لانه كان عبالي اعرف والناس تعرف كيف نعمل بيش اندستري. يعني كم بيش بتعمل بتعمل السنه؟ 5000 بيش. هلا قبل قد ايه وقت نبلش؟ 1000 شهر. قبل شهر بلش تعمل بيش نرجع نشتغل. خبرني شوي على السريع كيف واحد بيوصل للبارت؟ هاي البارت كناية عن ميكس هو مع بيض يعني جنواز بيض وطحين وسكر وكاكاو اكيد لتكون تصور. اوكي في واحد يعملها بالفرن تبع البيت او بدها تصير اكيد لا فرن البيت بتزبط يعني مع ست بيت عيو او كذا هيك مرتب بنلاقي روسيت على الاسم بنلاقي هيدي طيب اخذنا هيدي لانه صار لهون احنا عندنا جراماج معين 600 جرام لواحد بلو بصير هيك على شكل بيت بنحط من الفرن بنفكها بهالطريقه لازم البارتي اللي كانت لبرا تتقلب. نعم، صحيح، هلا عندنا معدل 300 جرام تقريبا زي ما لكن 600 جرام هي العجينة و 300 جرام 300 جرام نوصل على كل الاطراف نجرب السمايك تكون كلها ببعضها. الكريم شو هي؟ هي كريم على شو؟ هي كريم اوبر، هيدي معروفة الكريم تراديشنال على اوبر زبدي يعني كريم زبدي. كم نوع بيش عندكم؟ عندنا نوعين فانيل شوكولا بس كريم ومارون هول مش بيتي مش بيتي. طيب يوم تعمل 5000 بيش كم واحد انتم بالمطبخ بتشتغلوا فيها؟ 45 موظف كلكم على البيش قبل بشهر؟ قبل بشهر 45 موظف. واو نحن بنكهو باللوز لوز محمص والهمون هالشيء كمان بنوزع على كل الاطراف بطريقة سلسة اكيد طبعا لحتى بيشتغلوا بشان في كثير يقطع من واحد لواحد وكل كل شخص بيعمل بيوش اولا للعرب شان كل واحد بيعمل شيء كل واحد وظيفته شيء كثير. اوكي اوكي لكن بلشنا بالبط حطينا عليها كريم تمام لوز هلا بنلفها بنلفها منيح بطرف معين انت بتفصل بالشيطة بيدك بالزيت ايوه من بعد ما تنفذ نفوت على البراد ودغري في واحد على الفريزر لا الفريزر نفرزها شوي رح تاني تشد هاي الطريقة بنشدها هاي على الفريزر اوكي خلي صلاة لكن اللي راحت على الفريزر وبلشنا بوحدة لكن قد لازم تكون بالفريزر لازم تتجمع عليها 24 ساعة وبعدين بضلها تنقص دايما بناخد انا قياس الكرتونه هل الكرتونه رح نضل عليها او ترجع هي بتضل عليها هذا ستاندرد كرتونه اكيد بنشيل الاطراف دايما نظيف حتى ندوب هالوقت شو رايك؟ تفضل هذا هون هلا حبيت طعمة الليمون بالاخر انت عم تدوق كمان الطرف اللي هو نحن بنشيله على جنب ما بنستعمله بس كثير طيب طعمة الليمون كمان وينك؟ وين الطبيعي انا شو عم بعمل؟ انا حاطط هناك صدقة لكن عندك وحدة الأساسية وعندك وحدة ثانية اللي بتجي لسنين الأطراف يعني كل ثلاثة بيش يعملوا اثنين كل واحد ونص ما يعمل بيش صح تفضل غير طريق لكن جا جبت البلاستيك اللي هي منقره ايوه مشط هو اذا واحد عملها بالبيت شو بيعملها؟ شوكي بيستعمل شوكي 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 مشط ما يكون مشط شعره فيك اوكي يكون مدام جوزها مثلي شعرون عين نرجع نقلي مش لهم اوكي لهين حطي هون عم بتطبيع لك ما بدك تحط ايدي معك مثلا كونك كوف يا شباب كونك كوف
هلا بتزين عليك الشوكولاته بتزين عليك بعلمك انا كيف كنت مزين هيك بدك تصمم حدا بيعطونا انا وياك شوف الزرق الاساسي كان دائما يستعملوا بالاكل لانه لون ازرق هو اللون الوحيد اللي مش موجود بالاكل طول ما هو الاساسي على اصول لا عندنا دغري ما مشكله اوكي يعني هلا احنا لكن عندك فكره اكل مظبوط اوكي نرجع هي بالاخر او علي هون؟ لا لا ثاني شيء لبرا ايوه اوكي نرجع في انا اللي بحكي ايوه ثاني هلا هون هو حط عليها من هون تفضل هلا بعدين بعمل 4 ميلات 6 ميلات انا لكن واحدة من البيوش رح تكون على الوود البيكري يكون انا عاملها بزيت فهي رح تخلع على البيت تقريبا منها اوكي تفهم نبلش بال نرجع زين على الشوكولا عندنا نغطي له طرف البوش لانه عاده الناس بتكوه هيك احنا لا نغطيه لما ينشف هلا النهار اللي بتتزين لازم دغري تروح على تنبيع خلص على البيع ما فيها تروح تنضبط افضل لك احنا مزين لنعرض في الصاله للبيع هيدا البيش طاقة ولا كم شخص؟ 15 يعني النهار 24 هو النهار اللي بيطلعوا كل البيشات وبيروحوا كلهم سوا في الارجح 23 بالليل لل 24 الصبح يعني الساعة 9 الصبح تقريبا بنكون خالصين كل شيء ليلة طويلة كل شيء بحقه حسب الزودة هلا الكاكاو هلا واحد ما بفكر انه فيها شغل هلا شيء ما بده شغل بالعكس اقل من غيره لكن الشوكولا اللي شفناها قبل شوي الشوكولا اللي شفناها قبل شوي اللي كانت قراية ممكن ننفخوا نزين فيهم اطراف البيوت انت زين وانا زين عرفت تساعد بالتزيين عرفت تزين معنا في كمية معينة أو عن نظر؟ نظرية أكثر من الكمية يعني نضبط العيبات تبعه خاصة محل ما حطينا وصلات هذا وصلنا نضيف بعض هذا الشوكولا له نوعية معينة هذا إيه شوكولا بنسمي الاسم شو بنستعمل نحن؟ شوكولا كالبور اللي احنا بنستعمله بلجيكي بيب أول رقم 811 قد ايه برسنتاج؟ 70% 70% كاكاو دونك عندك شوي ميلونج بين دارك شوكليت وميلك شوكليت على زيت يعني دارك شوكليت بهيدي والشوكولا اولي اللي هو بالبيش عندك كريم لما تكون صابر بتعطي هاللون اوكي ما بتعطي اوكي هيك بتكون كيف الشوكولا ما ممكن تضيف كمان الزينة بفرق ثلج خفيف ثلج خفيف هلا الموسم على
حتى الجزيرة رمز العيد رمز العيد بولندوان هولي بلاستيك أو هولي سكر 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 بتاكلو؟ هلا أمي بتاكلو بس أرجع هيكلو وحش زينة كلها أنا بتاكل شوكولا ترجع كمان دوقو خصوصا وودن بيكري كمان ميري كريسمس مع وودن بيكري أوكي اي ساعة لازم نبلش وقت بده وقت كله صور؟ نحن اخذت معنا تزيين ولف تقريبا شي ربع ساعة هي تقدير كله صور تقدير قد ايش؟ تقدير اذا وجدوا الاغراض بالبيت تقديريا بدها شي ثلث ربع ساعة مع فريز بلا ما بلا ما نعتبر الفريز بلا فريز يعني اذا واحد يبلش ب 23 24 عن بكره بخلص فيها ست البيت فيها تعمل قبل الوقت يعني 20 شهر فيها تبلش اوكي طبعا حط الفريز بتضل يوم شو في واحد مثلا بالبيت فيه يزيد عليه نكهات سبيسيال او شي طريقه التخزين مثل الشوكولا اكثر افضل انه نعمل شيء يعجب الكل ما يتاثر مع مرات مهروب البراد عم يزيد 10 اوكي جبنه ولبنه ولحمه ما يتاثر هيك نوع لكن تعلمنا اليوم كيف بيعملوا بيوش مع شيف اوني من مودن بيكري وان شاء الله بكره اذا عزتوا بيوش موجودين بالبرادات ابتداء من 24 صحتين ماري كريسمس الكل يعطيك العافية هلا هون التواصل تغريب؟ يلا معلش اعطينا رأيك